الفترة القادمة أساس موضوعنا، علشان أنت تركب قطار السعادة أو الرضا، لأن السعادة شعور عميق والرضا يؤدي للسعادة. أول شيء توقفون مقارنات بنات وشباب، لا تقارنين نفسك لا في واحدة معاك في الشغل ولا زميلتك في الجامعة ولا بنت خالتك ولا حد يقرب لك ولا حد في السوشيال ميديا ولا فنانة ولا شمس ولا بلوجر ولا فاشينيستا ولا نجمة ولا شيخ دين ولا أي إنسان في العالم. دائما قارن نفسك في نفسك. أو هذه المرحلة القادمة، خطورة المقارنات راح تنقلك سريعا، لأن احنا قلنا جايين لعصر السرعة وعصر الأحداث المتسارعة المرعبة راح تكون. فأي فكرة راح تفكرها راح تلاقيها تجسدت بثواني. الآن في السوشيال ميديا تفكر بشغلة تطلع لك على طول. طب ما هذا تجسد ولا لا؟ دورت على ساعات لقيت 50,000 إعلان سعر، دورت على حاجة تلاقي. يا ريت دورت، ده أنت بينك وبين نفسك. لا لا، أنا حصل شيء أخطر ياسر. أنا بفكر في شخص صحفي صديق لي من زمان، فذاك اليوم أفكر قلت يا الله وين راحت في الدنيا، أقسم بالله وحياة هالأذى. ليش اتصل؟ لا طلع لي الأكاونت تبعه، ما عندي أي معلومات عنه، ما أعرف عنه شيء عشان أطمن عليه. جاني الأكاونت في الانستغرام، احتفال ناس مع زوجته ما أدري مين، وهو نازل ومنازل. إيه هي الأفكار صارت تتجسد صورة وصوت. احذروا أفكاركم الفترة القادمة، احذروا الخوف حيتجسد صورة وصوت، احذروا الطمع، احذروا الجشع، احذروا الغيرة، احذروا الحسد، احذروا النميمة، احذروا الإحساس بالفشل حيتضاعف الفترة القادمة. أي إحساس سلبي راح تحسه حيتضاعف 100 ضعف، حيصير يجيك بصور وفيديوز وناس ومواقف وأشياء. ليه؟ لأنه الأحداث بتسارع، إحنا في عصر الدلو. إيميديتلي تخيل العكس، بسيط الموضوع. الروح عالم خيال، العقل عالم منطق ومادة. اختار، عيش أليس إن وندرلاند، عيشها بمخيلتك. خلي المادة والمنطق اللي أنت عايش فيه بكل مآسي تصرف فيه، بس لحظتك مع نفسك خليها الخيال الجميل. أنا بخير، أنا بنعمة، أنا بسعادة، أنا بعز، أنا ببيت جميل مناسبني. ياما وياما أعرف بيوت والله العظيم تحولت مقابر يوم قصور أصحابها بنوها، دفن نص أولاده فيها. وأكيد أنتوا تعرفوا الناس كتار زي كده. ليه؟ لأن طلب أكثر مما يستحق. في الاستحقاق لازم تأخذ من بنك الله اللي يناسبك. سيدنا المسيح أو سيدنا علي، ما أعرف مين منهم، قال يلا اللهم أعطنا كفاف يومنا، ما قال بكرة. ليه؟ لأني أنا كل ما طلبت تبع اليوم، كل ما ربي سبحانه وتعالى سمح للكود والباسورد تبع كل حسابات البنك اللي عند ربي تكون مؤهلة مفتوحة لي. ليه؟ لأن عرفني صادق وأمين وماخذ إلا اللي أحتاجه. فهمتي؟ يعني ما يتماش يقولنا كذا وكذا، مش طمع، منطقته ما تتحملش اللي في حد مش مناسب له الثراء يا أختي. مش مناسب له، مش بتشوفينهم؟ في حد بتشوفين مهما يركب طيارات خاصة ويلبس انت شو تقول؟ تقول احس مو لايق عليه، مش غيبة بس فعلا مو لايق، ما تحسه. وفي شخص ممكن يجيب لك قهوة في المكان، ويتر، تحسه أمير ثري. ليه؟ لأنه طاقة الثراء تتبع صاحبها اللي هو في مستحقها. هو لما نزل لهذه الدنيا عقدة يقول اني انا بكون بادوات الرحلة عندي اياها عالية. هو عقدة كذا. لما ينزل
تجي له أدوات الرحلة اللي كان طالبها. تمام. لكن في واحد أساسا أدوات الرحلة ما كان طالبها، عشان كذا هو نازل بهيئة مش غني. عكس القانون وعكس العقد وجاب أدوات رحلة هو مهي بله، حيدفع ثمنها. شلون؟ مرض، إدمان. الإدمان إيش؟ إيش الواحد يعرف صيغة عقده إزاي؟ أو يتعامل مع الكيميكال بتاع عقده إزاي؟ بأنك أنت هل قاعد تسوي شيء أنت فرحان وسعيد فيه ومرتاح له، ولا تندم، ولا تعبان، ولا ظهرك يوجعك؟ الدلالة الوحيدة على أنك أنت قاعد تسوي بنود عقدك أو لا في السعادة. في واحد هاي مؤشرة بس ما لها مؤشر ثاني. في واحد ملك مر بالجولات تبعته، الملوك السابقين مر في الجولات تبعته، فشاف واحد فلاح نايم زي كذا، عامل كذا ونايم وحاط رجل على رجل يتفرج على السماء وعادي مرتاح. فجاء سأله قال له أنت كيف عايش كذا نايم في الشارع؟ قال له ما عندي مشكلة. قال له طيب مش المفروض أنك أنت يكون عندك بيت وسيارة وقصر وكذا علشان أنت تكون طبيعي زيك زي أي إنسان المفروض يكون عليه، ليش مختار الشارع؟ قال له سؤال، أنا لو بجيب القصر أو السيارة أو البيت عشان إيش؟ قال له عشان تحس بسعادة. قال لما انا سعيد انا حاسس بيها وانا لوحدي، انا مو محتاج هاللفه. فانا عشان اعرف ان بنود عقدي قاعده انفذها صح او لا، اول شيء انا اتمتع بصحه. لانه جسمي مش مقاومني، جسمي عارف بنود العقد. فانا قاعده ادي عكسها فيحاربني امراض، عقلي ادمان، اكتئاب، حزن، هرب، بالأخص فنانين الكوميديا أغلبهم حياته حزينة ويجيب الأنرجي اللي عنده أغلبهم ما أقول الكل ويرميها للناس عشان يهرب من اللي هو فيه، أو الشخص اللي كثير بينكت ويضحك. ما تهرب، مواجه الواقع، سعيد في الواقع، راضي في الواقع. ما في إنسان ما يمر عليه حزن، احزن لا تطول. الفترة القادمة في عصر الدلو لا تطولون في الحزن، لأن الطبع والكوبي تبع الحزن راح يكون 1000 ورقة. احزن 5 دقائق وغير. تأنيب الذات. إذا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، مين أنت تكون شديد عقاب على نفسك؟ أنا تصرفت خطأ، يا رب سامحني وما حكرره مع عهد واللي بعده. كل الفترة القادمة كل شيء سيء حتفكر فيه، حتتصوره، حتقرره، حتتكلم فيه، حيتحقق. وخذوا اكزامبل على كذي السوشيال ميديا، اي شيء قاعد تفكر فيه قاعد يطلع لك صورة وصوت. احذروا الفترة القادمة راح تتنفذ بالصور امامكم. فطرة سامبلسيتي، احذر مما تأكل. الحلقة القادمة عشان توصل درب النور الفترة القادمة، من أساسيات قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم اللي راح تاكله، هل راح يؤدي فيك إلى جهنم أو إلى السعادة؟